كاين الاعراض السريريه ولكن كاين حتى يعني الراني المغناطيسي خصنا ناكدوا يعني اول حاجه هو الطبيب الجهاز العصبي هو اللي خصو يعالج هذا المرض. بطبيعه الحال كاين حتى طبيب العيون تاو تيقدر يشوف حالات في الاول ويصيفطهم للطبيب الجهاز العصبي. وفي الحقيقه كنطلبوا من الناس باش يشوفوا هاد الاختصاصيين هادو في حالات كان مشكل في الشوف يشوفوا الطبيب ديال العيون كانوا اعراض اخرين ويشوفوا الطبيب ديال الجهاز العصبي. مع الاسف كاين بزاف المرضى تيتيهوا عند بعض الاختصاصيين وتضيعوا بعض الوقت كثير وتيعقد الامور ديال العلاج. وكما قلنا الراني المغناطيسي هو الراديو اللي خصو يدار ما خصش الناس عاوتاني يضيعوا وقتهم في السكانير. كنشوفوا مع الاسف لحد الان عدد تاع الاختصاصيين تيطلبوا السكانير اللي ما كيفيدنا في والو تقريبا في هذا المرض هذا، يعني تيضيع الفلوس وتيضيع الوقت وتيعطل التشخيص والعلاج. بخصوص العلاج كاين اربعه ديال الاعمده الا بغينا نقولوا. الجانب الاول هو العلاج ديال الاعراض اللي تتبان عند المرضى، مثلا بحال مريض تيقدر يكون عنده مشكل في الحركه كتتشنو جات في الحركه كنعطيو ليه بعض الادويه، الالم تنعالجوهم بالادويه ديال الالم، مشاكل في التبول عندها العلاج ديالها، وكذلك امراض اخرى مثل الارتعاش الى اخره. الجانب الثاني هو الصدمات، مثلا المريض اللي كتوقع له صدمه ديال هذا المرض تصلب متعدد، يعني كيخصنا نعطيوه ما يسمى بدوك الكورتيكويد. الكورتيكويد هذوك تيعطيو واحد النتيجه ممتازه للمريض ملي كيبان فيه المرض في الاول، تيقدر مثلا تنديروا ليه الكورتيكويد وخصوش يتعطل. هذه نقطه مهمه، كاين بعض المرضى تيبقاو شهر شهرين عاد كيجيو اللي حسب دوك الاعراض خصو يجي مباشره في الاول، وخصنا باش نشخصوه ونعالجوه. ملي كنعالجوه في الاول يعني الايام الاولى 3 ايام 4 ايام اسبوع ولا شي حاجه، تقدر الحاله الحمد لله تتحسن بطريقه ممتازه جدا. يعني كيقدر كيدخل ما تيتحركش ولا عنده مشكل في التوازن، تيقدر يخرج كيتمشى عادي 100%. الجانب الثالث هو العلاج الجذري، كما قلنا قبيله مرض عنده مشكل ديال التهاب في الجهاز العصبي المركزي، والاصل ديالو تيكون مشكل في المناعه، والسبب الاصلي ديالو ما تنعرفوش لانه ما تعرفوش كيفاش تبدا المرض. باش كنعطيو علاج ديال جذري ديال المرض. العلاج الجذري هما يسمى بليزانتيرفيرون. ليزانتيرفيرون كاين بزاف الادويه اخرين، اوكريفوس كاين تيسابغي، هي مع الاسف ادويه مكلفه تقريبا من 7000 درهم شهريا حتى اكثر من 20-30000 درهم شهريا. كاين الشوكه ديال مره في يومين، مرة في 3 أيام، كاين الشوكة ديال مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين، كاين الشوكة ديال مرة في 6 شهور، يعني هادو هما الأدوية اللي تنعطيو للمرضى. والجانب الرابع هو الترويض، ما خصناش نسوى الجانب هذا لأنه مهم. الترويض الحركي، الترويض ديال النطق إذا كانوا مشاكل ديال النطق، الترويض ديال البول الجهاز البولي، وكاين كذلك الترويض النفساني لأنه تيكون اكتئاب، تيكون تأثير نفساني.